هنا يعني كنتوجه حاليا يعني بسوق يعني الاسبوعي مدينه تفراوت يعني تبعد عن مدينه اقليم تيزنيت ب 110 كيلومتر وكتبعد على مدينه اكادير ب 215 كيلومتر. اكادير عبر اهيت بها، تيزنيت عبر ازربي او كذلك يعني ايداوس ملال. السلام عليكم، يعني كيفية يعني التقصير يعني لهذا اللوز بسوق الاربعاء تفراوت؟ يعني بالنسبة لهذا اللوز كما كتشاهدوا بحال ما هكا يعني راه كيتقلى يعني في الفران بحال ما هكا، يعني حتى كيتقلى مزيان كيتحيد عاوتاني من هذا الفران هذا، يعني كيتنقى، ولكن قبل يعني هاد التقلية هذه تيكون يعني بحال ما هكا يعني عادي جدا، يعني تيكون خضر، ومن بعد ملي كيتقلى هذا كيجي لهنايا كيكرم يعني على خاطره بحال ما هكا ويبرد. هذيك الساعه غادي ننتقلوا يعني نوريكم بحال ما هكا يعني ثلاث مرات عاد يعني ننتقلوا يعني نوريكم يعني كيفاش كيدار باش كيدار في هذه الماكينه هذه الكهربائيه، كيطحن فيه من بعد يعني كيخرج من التحت كامل هكا، هذا سميتو يعني املو، كيخرج تيتقطر تتخوف في هذه السطيله هذه، ومن السطيله من بعد كعمرو في هذه القرعه هذه، ومن بعد ملي كدير في هذه القرعه كدير يعني لومبالاج يعني بحال ما هكا. كدير بحال ما هكا سميتو ديالو يعني بالتيكيته ديالو، كاين يعني في الشكل يعني ديال القرعه كاين يعني الصغيره كاين الكبيره، ومن بعد يعني كنرجعوا نفس يعني كيفيه الاستعمال ديال اللوز حتى هو نفس كيفيه الاستعمال ديال الارغان، كنتقلوا الارغان مباشره في القرعه بحال هكا. زيت ارغان وكما قلنا يعني كتخوه هنا عاوتاني بحال ما هكا، ملي كتعصر يعني سميتو الزرع ديال الارغان سميتو يعني يعني تيزنين تيزنين ديك الساعه كتخوه هنايا كما كتشوفوا يعني العيالات يعني راه كيديروا كيفيه الاستعمال. غير بجد كتدير يعني كتزيد لهم الماء يعني كيحركوه مزيان هكا، ومن بعد يعني حتى كيكرم يعني حتى كيتجمع كامل بحال ما هكا كيولي بحال ما هكا يعني يعني هكا دابا كتشوف في البانيو حتى كيولي هكا يعني بالشلحة حتى زقموت. هادي دابا يعني راه كيعصروها، دابا هادي راه خرجوا منها يعني الزيت ديال الارغان، يعني خرجت منه هادي دابا يعني ناشفه ما بقى فيه حتى حاجه كتخرج، يعني الزيت الارغان اللي كان في هادي راه ها هو في القرعه كتبقى هذيك بوحديتها، يعني بولوز ابو درار بولوز عمر ابو اللوز. المهم كما كتشاهدوا يعني وكاينين حتى يعني الاعشاب يعني المحليه، كاين الزعيطير كاين املو ديال الكاوكاو، يعني هادو هما الامور ديال الزيت ارغان والزيت املو كذلك، وهاد الاعشاب حتى هما كما كتشاهدوا يعني الزعتر يعني هادو ديال المنتوجات يعني محليه ديال المنطقه ديال الجبل ديال تفراوت. محل اخر يعني بالنسبه لهاد الزيوت حتى هما اللي بحال المساج سميتو انتقلوا باش يعني يعني نقربوا الصوره يعني لكم ان شاء الله عند ابو درار. السلام عليكم. كما قلنا بحال هكا دابا يعني ارغان كما شفناهم في المصنع ديالهم، يعني ها هو يعني كيدار سميتو في القرايه وبالميكا ديالهم كذلك، يعني نبك حتى هو في جميع يعني القراعي يعني بلدي، وكما قلنا يعني جميع الامور اللي هي بلديه، كما قلنا الزيوت حتى هما ها هما يعني انواع ديال الزيوت، كاين الزيت زيت الخلعه، كاين زيت الكوك، يعني جميع انواع ديال الزيوت كاينه، وكاين حتى يعني الماده اللي هي الزعفران ها هو حتى هو كذلك يعني بلدي. وعاوتاني الشاي هذا كيديروه يعني الاتاي، الخزامه كذلك، يعني جميع يعني الامور اللي هي كتعلق يعني منطقه تفراوت خاصه يعني جبليه ومحليه، كما كتشاهدوا العسل حتى هو انواع ديال العسل الحر حتى جميع حتى هما انواع القراعي بحال ما قلنا
كما كتشاهدوا معنا في فيني جميع انواع ديال الزيوت سواء ديال الاركان كذلك يعني ديال الاملو كذلك يعني الصحيه. غادي 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 ننتقلوا عند القات الصناعيه ديال ايدوكان. كما شفتوا معنا كل الناس مقلمه يعني الاركان يعني الزيت اركان املو كذلك جميع يعني العطور. انا ما تسماش ندير بيدوكان حتى انت يعني الاحذيه يعني الجبليه ديال مدينه تفراوت. الاخ السلام عليكم. مساء الخير سيدي بخير. يعني الله يسلمك. الحسين بن علال. الحسين بن علال. ممكن يعني دحتنيت يعني ماني كتذكر يعني صنعت هذه دوكان ماني كديك ماني كتلقى الخيرات. جيت شفتو صنعتو فوس هاريت تامد لوقس بزاف هاريت تامد لوقس هاريت تيريميك اللي تقان الجلد كلشي غوكنس كاع الصناعه التقليديه اش تاش كان ميدنا كاع ماني هارت التاوين لا السياحه لا حيت مازيرت لا كلشي هي تقليدي. الثمن صغير هذا هو الثمن. هي 85 درهم 90 درهم اش كان هي رقابه. خاصة العيالات ولا ديال الرجال؟ ديال الرجال هادو. العيالات ها هما. العيالات هما هادو مطروزين هكا. سميت هذه ديال. تنشبلت. سميتها تنشبلت. تنشبلت. ديال العيالات. اي. يعني تنشبلت هذه بوحديتها. كيديروها فا. كاين انواع اخرين ديال العيالات. اي كاين. واش علاش؟ كاين هذا بالعقيق. شنو سميت هذه؟ تاكوني ضيف بالعقيق. هذه سميتها تاكوني ضيف الثمن ديالها تقريبا 170 درهم. 170 درهم. واش غير الناس ديال تفرد اللي كياخذوها ولا تيكونوا يعني الزوار تيكونوا الناس يعني كلشي كامل جميع المناطق يعني كياخذوها. تفرد معروفه بالصناعه التقليديه. الصناعه التقليديه. يعني وبالنسبه للرجال كيفيهم هذا النوع هذا ديال بلغه ديال الرقاب ولا فيهم حتى هما الاشكال؟ لا فيهم اشكال فيهم السموك حال وكاين الخضر حتى هما. اي. والاثمنه ديالهم حتى هما هادو 85 85 درهم يعني. أيه. نفس الثمن. نفس الثمن. بالنسبه بالنسبه يعني الرواج اللي يمكن الرواج غير شويه العام هذا شويه لا ناقص الحال. السبب يعني هي كورونا هي كورونا يعني لا ناقص بزاف. الا ناقص بزاف 100%. اما بالنسبه لي ما كنت ترواج ما كتيلي ميك الحركه شويه. العيد هذا الكبير هذا اللي تيلي بنادم تيلي العيد الكبير شوف لا شهر 8 شهر 9 المهرجان مهرجان دوز مهرجان الصيف. يعني ارتيلي ميك الرواج. ايه. من العام شويه. العام دوري اللي مد الحركه. كاد لي سمو قل ما يتمتنا يعني تزرم يعني جميع يعني الانواع يعني الاحذيه ديال منطقه تفروت بالضبط يعني تفروت بالضبط. هذه ديال الرجال لا؟ لا ديال العيالات. هذه ديال العيالات واحد النوع ديال العيالات يعني وطالعه حتى هي المبلغ ديالها يعني الثمن ديالها شحال داير؟ 180 درهم. 180 درهم 180 درهم حتى هي يعني كيدير فيها بحال ما هكا الجلد. كان اللي سمقوا الماء تماتنا اللي سمقوا من الخيرات الملون كله يعني توقت يدو كان يركاز ولا تنت مغاري غمس لمدينه تفراوت ولا حتى الاثمنه ولا حتى يعني الثمن ولا نتان اللي خزر من كدار الزيت كدار وركان كدار ماس ندار بيدو كان ولا نتان تيلي اختاد تيلي صطف تزر زيت هاتي هادي كتحمل هاد الخلخال هذا يعني تزر زيت حتى هي خاصة ديال الرجال يعني اوتير كازن معروفة بالناس ديال ديال المناسبات بحال الأعراس بحال يعني الحفلات بحال يعني الأعراس هذه معروفة عند الناس ديال تفرج الناس ديال الأدرار يعني بالرقاب واخا كاين واحد النوع تيقول لها البلغة ولكن يعني هذه معروفة أكثرية السمعة ديالها بالرقاب يعني من الناس وكاين الناس بزاف ديال الزوار ديال أبناء المنطقة اللي مستقرين في المدن ملي كيجيو يعني كيديروا يعني الأعياد هنا في بلاد عند يعني مسقط رأسهم ملي كيغادروا إن شاء الله لابد ما كيديوش يعني الكادو كما تيقولوا يعني العائلات ديالهم أو الأصدقاء ديالهم لا من البلاغي ديال الرقاب ديال الرجال أو كذلك يعني ديال النساء. اسمك الاسم نيو كيغ سلمي حسن. إيه ما كاين حرفتني كيغ أسياغ. يعني بنقرت بنقرت غنمدين نتفراوت غنمدين نتفراوت يعني ممكن دحتني يعني ما تعرفش شنو كل ذاك اللاند ملي كتكاني البيع والشراء الرواج شويه الرواج ما ديت تسوي ربي مع لو بروبليم هاد لا مالادي هاد اللي الان مع سميتو ولكن انا نتمنى الخير ان شاء الله غير تسلو قدام الصيف ان شاء الله العواش ردا سميتو نتمنى الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. إز يعني الحرف هاد اللي ممكن الرواج بالنسبه غير للاعياد يعني تكار مناسبات تكار المناسبات بالنسبه للاثمنه اللي ما كيتثمن الاثمنه دابا تفراوت ارخص ما كاين بالنسبه للمدن يظن لا ثلاث صياغات ارخص بالنسبه للمدن يظنين زود الصويره زود تيزنيت زود اكادير ارخص تفراوت انت تهضر خصنا سميتو
اش كنت حتى هاد الذي كان اصلا البلاصه نقرت ورثت لي ورثت لي انت البلاصه يا ضنين يا راه كنشكر به هذا التدمير تنك في يعني في السوينه ديال واحد الحكيت اما بالنسبه للخيره ديال الزيخل تقولي غا سوينه يركاز مدوين تمغارين لا انت غا سوينه يركاز لا انت تمغارين ولكن الاغلبيه راه نسكر وين تمغارين تمغارين بزاف قلتي لي نفاد فوق تمغارين يعني قلت يكون يعني الرواج على ديال العيالات الامور ديال اللي كتعلق بالعيالات على ديال الرجال على ديال الرجال واه كيكون واحد شويه واحد النسبه مي عاليه بحال قلت 70% ديال العيالات وكاين واحد 30% بور لي زون بالنسبه للرجال واه كنشكرك بزاف والله يستر الله يودي مرحبا كتليس مقول ما يتمتنا اللي كلن كمنوت يعني يسقينا غير مدينة فراوت كليس النيغ دربي دوكان دربو ملو دربو ورقان نما تتسمس ندربو نقرت ولا نتان لعيف كان اسفوني دارت لان غماس لمدينة انت فراوت رشيد مراش الجالية نيوز